بس نروح لزميلنا منك فاروق صلاح. هسمع منك لسه. هسمع منك. هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعايا حمدي فتحي. استمرينا معاك يا كابتن ايمن، الفرحه حلوه. واحد من نجوم المباراه كابتن حمدي فتحي، نجم من نجوم المباراه ودايما بيبقى مصدر ثقه وامان في نص ملعب النادي الاهلي. عايز اقول لك على حاجه، دايما المباراه اللي الكابتن حمدي بيطلع فيها لا قدر الله في مباراه الزمالك بنفقد المباراه او بنخسر المباراه. النهارده حمدي فتحي رهان كبير جدا في نص الملعب، ثقه كبيره. وادي الكابتن علي معلول، تحب تقول ايه الاول لعلي معلول؟ اقول له لا انا مش هقول له حاجه، عشان علي معلول كله عارف، يعني كله عارف قيمته في النادي الاهلي عامله ازاي. يعني هو نجم كبير واضافه لينا كبيره واضافه للنادي الاهلي كبيره، وبنتمنى ان هو يكمل لاكبر وقت يعني في الملاعب يعني ان شاء الله. كابتن حمدي، بطوله كنا مستنيينها، الجماهير فرحانه، فرحتها كبيره جدا، شايفها ازاي؟ وتقول للجماهير ان رسمت ملحمه النهارده في ملعب هزاع بن زايد. والله بقول لهم مبروك، واحنا يعني كلاعيبه كنا مستنيين البطوله دي من زمان، وكنا مستنيين الماتش ده بالتحديد، ان احنا يعني نقول للناس ان احنا لا موجودين. والفتره اللي فاتت دي كنا مقصرين ازاي في حق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بس احنا ان شاء الله راجعين تاني. والنهارده اول بطوله لينا، يعني احنا بنحسبها من اول بطوله لينا، وهنبدا بقى من جديد ان شاء الله ان احنا ناخد البطولات الجايه كلها ان شاء الله. يعني خبرات حمدي فتحي في التعامل مع المباراة، انذار في الشوط الأولاني، تعامل بهدوء مع مجريات اللقاء، دي من الأمور المهمة جدا اللي بتميز حمدي فتحي في التعامل مع سير المباراة على الرغم من حصوله على انذار في بداية المباراة. انت بتعرف النادي الاهلي، يعني لازم يكون عندك مسؤوليه كبيره تجاه فرقتك يعني، وما ينفعش ان انت يعني ما ينفعش ان انا ادخل تدخل تاني عنيف ان انا اخسر فرقتي او لا. يعني اكيد واخد بالي واكيد عندي مسؤوليه ان انا اكسب الماتش يعني واكسب البطوله. يعني الحمد لله ربنا كرمني النهارده وكرمنا كلنا، وكلنا كنا كويسين جدا وعملنا اللي علينا. ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره والجمهور، عشان احنا كنا محضرين للماتش ده من بدري قوي، والحمد لله يعني. وان شاء الله نركز الفتره اللي جايه، عندنا ماتش كمان 3 ايام نركز فيه، يعني نفرح النهارده وبكره، وبعد كده نركز في ماتش الداخليه ان شاء الله في الدوري. وان شاء الله مركزين السنه دي ان احنا الدوري كمان يرجع النادي الاهلي تاني، وافريقيا ان شاء الله نصعد تاني وتكون في النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. يعني اشكرك يا كابتن حمدي، ومزيد من البطولات في الموسم ده والمواسم القادمه باذن الله. ربنا يخليك، شكرا لك يا كابتن ايمن. ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال. الاهلي معدي الاجيال، مفيش تعب يأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. بدعنا الصنعة، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال.